السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جيناكم فيديو جديد، غنعدل لكم لا كلاص كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي مزيون ورائع والمكونات ديالو بسيطين. ندوزو طريقه التحضير والمقادير. دابا نعدل معكم النوكا. عندي لمبه ديال السكر، غنعدلو في كاس في المقله، نعدلو فوق البوطه تكون مهيله. عندي هنايا النوا، تقدروا تعدلوا النوا ولا الكركاع كيجي مزيون. دابا نعدل هاد السكر فوق البوطه حتى يذوب. دابا نعدل السكر فوق البوطه، تكون البوطه مهيله باش ما يتحرقش السكر ديالكم. غنخليه حتى يبقى يذوب، عاد نحركو، عاد نضيف له النوا. دابا من بعد ما ذاب ما نخليش يتحرق، دابا نضيف له ديك النوا باش يتحمر معاه. دابا نزيد ديك النوا، نبقى نحركو. تعسل ديك النوا، هاد النوكا هادي كتجي مزيونه. دابا نعملها، خصك باقي سخون باش تعدلها في بابي كويسون، خليها حتى تبرد مزيان. دابا نمشي نعدلو في بابي كويسون، خليه يبرد، سيكوكو باقي سخون. هاد النوكا هادي كتجي مزيونه، خليه حتى يبرد مزيان، غندخلو للثلاجه كما كتشوفو معايا. واخا ما تعملوش يداكم راه كيكون سخون. هاد النوكا هادي في الثلاجه، هاد النوكا كتجي واعره مع لاكلاص، لاكلاص كيجي مزيون. دابا نعدل في الثلاجه، غندوز نعدل معكم الكراميل، غنعدل هاد لاكلاص بالكراميل كيجي واعر. دابا عندي لمبه ديال السكر، غنعدل الكراميل كما كتشوفوا معايا. دابا نعدل هاد المقله فوق البوطه، تكون منقصه مهيله باش ما يتحرقش السكر ديالكم، يجي الكراميل في الطيبه ديال الحريق. دابا هو الكراميل ديالي داب، ما تخليوش حتى يتحرق، كنبقى نحرك دار السمر بالتحريك. عندي واحد كاس فيه ملعقه ديال المايزينا وكاس ديال الحليب، غنضيف لهاد الكراميل هذا. دابا غنضيف له هو الكاس المايزينا وكاس ديال كاس ديال الحليب وحم معلقه ديال المايزينا، دابا نكبو. غيتحجركم ولكن غيرجع يذوب كيف ما كتشوفوا معايا. دابا يرجع يذوب. البوطه كتبقى مهله باش ما يتحرقش الكراميل. دابا نبقى نستمر ب هذا التحريك باش ما يتحرق لي شي، كيرجع يذوب. اللي ما عندوش الحليب يعدل كاس ديال الماء ومعلقه د مايزينا. دابا صافي بركه على هاد الكراميل، شوفوا معايا الكراميل هو ذاب. دابا نعدلو فواحد الزلافه نخليه يبرد، غنطلع معكم الكريمه. هو الكراميل ديالي دابا صافي داب، كيبقى هيداك بوطه مشعوله بحق ناقصه بالو الحليب. الحليب بارد عملتلو انا، واحد المعلقه ديال المايزينا، معلقه د مايزينا كبيره، معلقه ماشي معلقه صغيره. دابا صافي نعدلو فواحد الزلافه غنخليه نطلع معكم الكريمه. دابا بعد ما هاد النوكا هادي يبست غنخليها هنايا حتى من بعد ونهرسها. هاد الكريم هادي غنطلع معاكم، مزيونه هاد الكريم هادي ماجيك. عندي يترو هنايا، انا نعدلها كامله حتى شان نعدل لاكلاص عائلي، كتجي مزيونه واعره هادي المذاق ديالها. دابا غنطلعها، كتخليوها في الثلاجه شي 4 ساعات ولا 5 ساعات باش كتطلع مزيونه. كريمه ضروري خصكم تكون في الثلاجه باش كتطلع. هاد لاكلاص هذا كيجي واعر وما فيهش مكونات بزاف.
كما كتشوفوا معايا انا طلع لي الكريم، عندي لتر في هذه الكريمه هذه. دابا من بعد ما طلعت لي الكريمه كما كتشوفوا معايا، دابا غنقسمها، ما خليتهاش في هذه الزلافه حيت جاتني تبارك الله بزاف. دابا هذا النص هذا نعدلو الكاكاو حلو، غنعدلو الشوكولات، النص اخر غنعدلو الكراميل، غنعملو هاد الشوكولات حبيبات كما كتشوفوا معايا، هادو اللي اسود غنعدلو هادو يجي مزيان المذاق ديالهم، غنخلط مزيان. نعدلو واحد الاوريو عاد تسولو كما كتشوفوا معايا، كيجي مذاق مزيون. اوريو اختياري، اللي بغى يعدلو يعدلو، اللي ما بغاش يعدلو ما يعدلوش. انا غير كنعطيكم فكره، مذاق اوريو كيجي مزيون في هاد لاكلاص يوما مع هاد الصيف. لاكلاص كيتكل عاد في محلات غالي، تعدلو بيدك احسن. و الطبقة الثانية نعدلها بالكراميل، هي كتجي من المذاق ديالها واعر. هاد لاكلاص هذا كيجي واعر، نتمنى تجربوه تعملوه لي في التعليقات. دابا نجيب لاطا ديال هادي، غنعدل هاد اللاطا هادي، نجيب فيها لاكلاص مزيون. دابا نخوي هاد الكريم، دابا انا كملت هاد الطبقة هادي، غندخلها شويش للتلاجة عاد غنديك لها الطبقة التانية. هيا هاديك النوكا ديالي لي عدلت قبلتي بالكراميل، دابا غندوقها باش نهرسها ونضيفها على هاد الكريم التانية ديال لاكلاص. هاد النوكا هادي كتجي مزيونة واختيارية، لي مبغاش يعدلها ميعدلهاشي. تعدل عين واهي إلا كان مقطع ولا مكركع. كما كتشوفوا معايا دابا كنهز كعيب بهذا مطلق، تقدروا تعدلوا شي كاس اولا طحانه اللي كان عندكم. الكريمه هذه مسوسه، انا زدت واحد 3 معالق ديال السكر، اللي فيها السكر ما يعدلهاش السكر. انا عدلت له واحد 3 معالق ديال السكر كريمه باش كتجي حلوه، وكل واحد على الذوق ديالو، كاين اللي كتعجبو حلوه كاين اللي مكتعجبوش حلوه. دابا كيف ما كتشوفوا معايا هي ديك النوكه ديالي كامله هلسه، غنزيدها شويه، تقدروا تطحنوها في الطحانه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذا السو بهذا الشكل، هذا كيجي النوكه ديالو مزيونه. غنعدل هاد الكراميل، نعدلو شي 2 معالق، غنعدلو شي كامل، غنعدل غير شي 2 معالق. تجي عاد الطيبة ديال الكراميل، تجي الطيبة ديال الكراميل مزيونة. غنضيف هاد النوكا حتى هي كتجي مزيونة كيما كتشوفو معايا في التتة هيدا. غنضيف هاد الشوكولاط الحبيبة ديال الشوكولاط ملونين، هو كيجيو مزيونين. دابا عندك نخلط هاد 2 معالق ديال الصاك الكريم وهادشي كامل، كتجي هاد الطبقة هادي مزيونة كيحمجي. أنا عدلت شوية ديال الكراميل هنايا في الوسط كيف ما كتشوفو معايا، باش مي كتقطع كتجبر الكراميل. دابا عندك هاد الكريمة التانية، الطبقة التانية كيجي واعر هاد لاكلاص، كنتمنى تجربوه، عائلي هذا كيجي مزيون.
فيها كميه كثيرات انتما كما كتشوفوا معايا. هذه الكريمه هذه مزيونه لاكلاص، وتقدروا تشريو ديال 13 دراهم الا كنتو غتعدلوا عليه شي حاجه صغيره. هاد العرف 13 دراهم، هذاك لي الشخصيه حتى هو كيجي مزيون، هذاك الواحد الاختيار ديالو. عاودت هاد لاكلاص في هاد الطاوه هذه، دابا غندخلو الثلاجة شي 8 ديال السوايع عاد غنخرجو حتى يشبر مزيان، عاد كنزولو هانتوما كيفما كتشوفو معايا. غنغطيه بالسلوفان باش ما يتواليش شي حاجة، ريحة د اللحام ولا شي حاجة. دابا من بعد ما جبدتو من الثلاجة بنت الليلة كاملة كيفما كتشوفو معايا هو تكلاصة باش كيجي جامد، كيجي مزيون. دابا نحطو في الطبسين كيفما كتشوف معايا نقلبو. دابا نعملو شوية ديال الما سخون في هاد التوانجان هادو، هاد المول باش يفتح لي لاكلاص كيفما كتشوفو معايا. دابا من بعد ما هيا هاودي في الطبسين كيهاود دغيا، غنزولو هاد السلوفان كتعاملها خطاوه. ما زولت لاكلاص من المول ديالها هانتوما كيفما كتشوفو معايا، زولت لها سلوفان. دابا غنزوقها، جا لاكلاص واعر كيجي، كنتمنى تجربوه. دابا غنزوقو والتزيين على حسب الذوق، كل واحد الذوق ديالو يعدل اللي كيعجبو هو واللي موجود في الدار. كيف ما كتشوفوا معايا انا زوقت هاد لاكلاص، والتزويق على حسب الاختيارات. هادو عدلت واحد الوريدات بديك المول ديالهم، وعدلت شويه ديال الكراميل. هاد دابا كيف ما كتشوفوا معايا انا كنقطع لاكلاص، كيجي واعر كيتقطع بكل سهوله. كتشوفوا معايا كيجي لذيذ، المكونات ديالو بسيطين، كنتمنى تجربوه شوف كيف كيجي. المذاق ديالو واعر، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. عملونا جيم، عملونا اشتراك.